زينو، انت شو عم تعمل هون؟ انتو هربتوا من هنيك؟ اكيد انتو هربتوا من هنيك، انا رح بلغ الشرطة. لا وقفي، رح فهمك شو القصة. شو بدك يعني؟ اسمع عرب، جيب لي تليفوني بسرعة. عرب وقفي اهدي، عم قلك بدي فهمك. عرب ولا قلك لا تجيب تليفوني وخبر الشرطة فورا. زينو لو سمحتي بقى، لو ما بتعيطي وبتعصبي وتسمعيني شوي لو سمحتي. نحنا ما هربنا وما عملنا اي شيء لجمرة والله العظيم. لا انا مو بدي اخبر الشرطة هلا، وبس تجي الشرطة لهون ابقى قلن هذا الكلام. عرب لك شبكي عم تعيطي؟ شو صاير لك وكأنه في حريق؟ لشو لحتى اخبر الشرطة؟ شو هربت من الشرطة ولا؟ ما هربت بالأول، خليني إلا تركونا الشرطة، تركونا بحالنا. إيه فهمت؟ تمام؟ هي أولاً. ثانياً نحنا كل هالمدة اتهمنا بعض على الفاضي، يعني ما في بالنص لا قاتل ولا شيء، جمرة قتلت حالها. شو عم يقول هالولد هاد؟ لكن شو كانوا هدينك الرسائل؟ على أنا ماني قدران نام وشكل جمرة ما عم يفارق عيونه. ايه ومدري شو. وشو اسمه كمان؟ تبع دخيلك، إذا خبرنا الشرطة أكيد رح يراقبونا. شو صار بكل هدول؟ شو صار؟ طالما مانكم مذنبين، لكان لشو سكتوا؟ لأنه ببساطة نحن خفنا مثلكم. على كل حال أنا أجيت أقول هالكلام وأمشي، لأنه ما عادت حابب خبي عنك شي بعد اليوم. يلا تصبحوا على خير. صار لي ساعة عم بشرح لك أخي، طلعت القصة مثل ما توقعنا. أيه عنجد؟ أنا رايحة على الحمام. أيه روحي. منشوفك يعني بالصاف آخر شي. طبعا مثل ما عم قلك ما نقصت ولا حرف. أيه طبعا حلو. جاكري عندك وقت؟ من بعد إذنك. لا خلاص ولا يهمك. طيب شوفك. شو الموضوع؟ أنا ما عم أقدر قرر يا ترى حطك بمكان منيح ولا بالمكان السيء يلي جواتي. ولو كنت حاطت هداك الشي القذر بخزانتي مستحيل كنت أطلع بريئة. وأنت رغم أنهم رح يتهموك بقتل جمرة ما عملت هيك شي، يعني بالضبط. تعرفي شو هو الموضوع بالضبط؟ شو؟ أنه ما عم تسمعي ولا عم تشوفي، والأسوأ من هيك ما عم تحسي. كيف يعني؟ كيف يعني؟ مثلا طلعي فيني، قلبي عم بيدق بس عم يدق كرمالك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.